بالخير وسعادتي، وحييكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أتواجد اليوم في دائرة المرور في العاصمة أربيل لكي نتبحث حول أسباب زيادة الحوادث، نتائجها وحلولها. للمزيد ابقوا معي. قبل كل شيء لازم نجزم بأنه الحوادث المرورية دائما تحدث نتيجة خطأ أو أكثر، يعني لا تحدث قضاء وقدر. يعني إحنا اللي معروف عندنا بالعامية يقولون قضاء وقدر. طبعا بالنسبة للحوادث المرورية لابد أن يكون هناك مخالفة أو أكثر أو خطأ أو أكثر تكون ممهد لوقوع حادثة مرورية. وطبعا المخالفات أو أسباب الحوادث المرورية نستطيع جمعها في ثلاثة عوامل. الأكثرية تعود إلى العنصر البشري واللي هم السائقين، بعدين المشاة، بعدين العبرية. العنصر الثاني اللي يكون إلى دور في وقوع الحوادث المرورية الطريق، لأنه المركبة تصير على الطريق. والعنصر الثالث المركبة، إذا تكون غير متوفرة لشروط المتانة والأمان طبعا تكون مسببة أو مهيئة لوقوع الحوادث المرورية. طبعا لكن الجزء الأكبر أو الحصة الأسد للحوادث المرورية تعود إلى العنصر البشري اللي هم السائقين. والسائق طبعا شوكد يكون معرض لوقوع في حادث مروري عندما يرتكب أخطاء أو يرتكب مخالفات مرورية، لأنه حسب قانون المرور كل مخالفة مرورية تكون احتمال لوقوع حادث مروري، ولهذا يتم تحريمه ويسبب يعني في إيقاع الجزاء على مرتكبه. برأيك كيف نقلل من هاي الأسباب مثل زيادة كاميرات المراقبة؟ كيف نقلل؟ ككلام سهل نقول بتطبيق القوانين المرورية، لكن كيف نطبق القوانين المرورية؟ إحنا كرجال مرور هيئنا كل شيء يعني يكون ممهد لتقليل الحوادث المرورية. مثلا بالنسبة للشوارع والطرقات اللي معروفة حاليا، مثلا أربيل هو المحافظة رقم واحد على مستوى العراق أو إقليم كردستان بالنسبة للشوارع. بالنسبة للمركبات، المركبات تخضع لفحص دوري، كل مركبة مسجلة يجب أن يجتاز هذا الفحص الدوري، وينجح في الفحص يلا يكون مهيئ للدخول إلى الشارع. بالنسبة للعنصر الآخر، العنصر البشري، إحنا السائقين اللي يقدمون على طلبات الحصول على إجازة سوق هناك مجموعة اختبارات قاسية يمرون بهاي الاختبارات، ولازم يجتازون هاي الاختبارات يلا نعطيهم إجازة السوق. لكن هذا الشخص اللي اجتاز هاي الاختبارات يا ترى عند نزوله إلى الشارع هل يطبق هاي القوانين اللي تعلمها؟ هل يطبق هاي التعليمات؟ هذا السؤال الأهم.